بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. محاضرتنا الرابعة في فن الكتابة والتعبير اليوم ستدور حول موضوع الشعر. الشعر كما نعرف هو الوسيلة الأولى التي يظن الناس ويعتقدون أنها الطريقة التي عبر الإنسان بها عن نفسه. هذه الحياة فيها هموم ومشاعر وأفكار، وفيها رموز، فيها جبال وسهول، وفيها طبيعة، وفيها مؤثرات كثيرة تؤثر على حياة الإنسان. فوجدوا أن الشعر بدأ يتسلل إلى الإنسان تدريجيا ويتطور من خلال الغناء الذي كان الراعي يردده، والمزارع يردده، والصياد في سفينته أو في قاربه يردده، والراعي في حقله، والمزارع وغير ذلك. الإنسان بدأ يعبر عن همومه ومشاعره بشكل تلقائي وبشكل ذاتي، حتى تطور الأمر وأصبح يغنى. والبحور الشعرية والأوزان والشعر نفسه بدأ يتطور تدريجيا من خلال هذا الغناء الذي كان يردده الإنسان عندما اهتدى إلى طرائق التعبير والتواصل بينه وبين الآخرين، وبدأ يعبر عن ذاته وعن هموم الناس من حوله. على مدار التاريخ بدأ الشعر يتطور من أيام الإغريق وما وصل إلينا عن اليونان، عن هوميروس وغيره وغيره من الشعراء والمغنين ورواة الملاحم. بدأ الشعر يتطور، ولكن التطور أصاب الأشكال التي يكتب بها الشعر ويصاغ فيها بمعنى أن الشعر ظل كما هو تعبير عن الإنسان، سواء كان ذاتيا غنائيا أو كما سنلاحظ الآن مسرحيا أو ملحميا تمثيليا وغير ذلك، لكنه في الأساس تعبير عن ضرورات الإنسان. لماذا يكتب الشعر؟ نحن الآن عندما نريد أن نكتب شعرا، لماذا نكتبه؟ ليعبر الإنسان عن مشاعره تجاه الطبيعة والكون والناس الآخرين، وما يدور في ذهنه من خيالات، وما يحس به من مشاعر، وما يؤثر فيه من أمور خارجية وداخلية. إذن الشعر هو تعبير الإنسان بلغة مموسقة، يعني فيها موسيقى وإيقاع. تدرون لماذا؟ لأن الإنسان له حاسة تدفعه للميل إلى ما يوقع من نغمات، وينفر حتى الأطفال، وينفر مما يظن أنه نشاز أو لا يوجد فيه إيقاع. نلاحظ في كلام الإنسان العادي البدائي، حتى الأمي أحيانا نجد يردد كلمات موقعة يستخدم فيها، كانوا زمان يستخدمون سجع الكهان العرب. والأطفال اليوم نلاحظ في كلماتهم أنهم يميلون دائما إلى ما يطرب آذانهم. هنالك نقرات معينة فيها تساوي زماني في الطول، متبوعة بنقرات متساوية أيضا فيها نوع من القافية، فيرددون بعض الكلمات التي فيها إيقاع. حتى إن حفظ هذا الكلام أسهل وأيسر على الإنسان من حفظ الكلام الذي فيه نثر وليس فيه إيقاعات تتردد. لماذا؟ لأن العقل البشري والنفس البشرية تميل دائما إلى وضع ملخصات ومفاتيح في كينونتها للتوصل إلى الأشياء، فبمجرد أن يكون هنالك أطراف لبعض الكلمات الموزونة والموقعة بصير دلالات تستثير الذهن. لاحظوا مثلا حفظ القرآن الكريم أسهل من حفظ كلمات وصفحات من النثر العربي، كتاب الكامل للمبرد أو كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير وغيره، والبداية والنهاية. من الصعب على الإنسان أن يحفظها، لكن ممكن أن يحفظ صورة من القرآن الكريم في غضون بضعة أيام أو في شهر على الأكثر،
بسلاسة ويسر. لماذا؟ لأن القرآن الكريم فيه وهو ليس بشعر، لكن فيه ذلك الإيقاع الذي يشد الإنسان. حتى تتذكرون قصة الأخنس بن شريق والوليد بن المغيرة وأحد المشركين الآخرين، عندما بدأوا يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمعون القرآن أو يتسمعون إلى القرآن وهو يتلى، فتعاهدوا عندما أثر وجدوا أن القرآن الكريم يؤثر فيهم، تعاهدوا على ألا يعودوا، ولكنهم تسللوا في الليلة الثانية فأفوجئوا بثلاثتهم وجها لوجه، فتعاهدوا على أن يضعوا القطن في آذانهم لكي لا يسمعوا. لماذا؟ لأن فيه سحر موسيقي، ليس السحر الذي يتكلمون عنه، فيه تأثير بلاغي وإيقاعي يشدهم، وفيه كلام ليس بكلام البشر. حتى لما تجادلوا في الأمر يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو شاعر ولا كاهن، قال الوليد بن المغيرة: لقد عرفنا الشعر وأضاريبه وعريضه، والله ما هو ما هو بقول شاعر. نرجع ونعود إلى الشعر. الشعر إذن لا ينقل إلينا الحياة كما هي. إذا كان الشاعر ينقل إلينا صور الأشياء كما هي، فإنه يكون بالمفهوم النقدي رديء التعبير، ركيك، لا يوجد عنده معاناة ولا يوجد عنده تجربة. لكن على رأي أرسطو الذي يقول إن هم الشاعر أن ينقل إلينا الأشياء كما ينبغي أن تكون عليه. احنا عندما نتحدث عن أرسطو في 280 تقريبا قبل الميلاد في كتابه فن الشعر، قبل الميلاد يتحدث عن الشعر. الشاعر ليس همه أن ينقل إلينا الأشياء كما هي، وإنما ما ينبغي أن تكون عليه الأشياء. وهذا فرق بين المؤرخ كما يقول وبين الشاعر. المؤرخ ينقل إلينا الأحداث كما جرت ووقعت، والشاعر ينقل كما ينبغي أن تكون، يعني هنالك صورة وخيال. هذا هو الشعر. الآن ما هي أنواع هذا الشعر في الأدب العالمي والأدب العربي؟ يعني احنا قلنا إن الشعر بدأ ينتقل من الهموم الذاتية ويتفاعل مع الهموم العامة، بدأ الإنسان يعبر به عما يشعر به من أشياء تجاه الطبيعة وتجاه البشر الذين يحيطون به. لاحظوا مثلا أي قصيدة من قصائد الأدب العربي القديم، عندما كان يركب الإنسان على الناقة، ومن هنا ولد الهزج أو السناد كما يسمونه، انتقل من الغناء والحداء إلى الشعر ببحوره 16 المعروفة عند المتخصصين. أنا أعرف أن طلاب هنا من غير المتخصصين، ولا أريد أن أخوض في قضية بحور الشعر الآن لكي لا نعقد الأمور. انتقل إلى البحور، ولكنه انتقل من الغناء. كان الشاعر يركب على الناقة فيقول: قفا نبكي من ذكرى، يأتي إلى منازل الأحباب وهم يتنقلون: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي، وإن شفائي عبرة مهراقة، وهل عند رسم دارس من معولي، كأني غداة البين يوم ترحلوا، لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، وإن كدأبك من أم الحويرث قبلها، وجارتها أم الرباب بمأسلي، إذا قامتا تضوع المسك منهما، فتيت المسك جاءت بري القرنفلي. وبعد ذلك يعبر عن همومه: وقد أغتدي والطير في وكناتها، بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، ويصف الخيل، ثم ينتقل إلى وصف الليل: فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي، وغير ذلك من القصائد. ويعبر يصف المحبوبة، يتحدث عنها: ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا لهفي من كورها المتحمل، وأشياء كثيرة. وكذلك طرف ابن العبد وعنترة ابن أبي شداد وزهير بن أبي سلمى عندما عبر عن المشاكل الاجتماعية في ذلك الزمان، وصور قضية الإصلاح بين قبيلتين. وهكذا لو نظرنا إلى الشعر سنجد تعبير عن هموم الإنسان ومشاعره. ما هي أنواع الشعر؟ الشعر في التقسيم الأدبي المبسط ينقسم إلى عدة أنواع. أولها الشعر الغنائي،
والشعر الغنائي مقصود به هذا النوع من الشعر الذي يعبر به الإنسان عن همومه الذاتية. والشعر العربي بناء على ذلك معظمه، إن لم نقل كله أو جله، شعر غنائي ما بين هجاء ورثاء ومدح ووصف المحبوبة وغزل ووصف الرحلة والناقة والخيل إلى غير ذلك. معظم الشعر العربي الذي وصل إلينا قبل الإسلام 150 عاما حتى هذه اللحظات شعر غنائي. وعندما نقول غنائي يعني تعبير عن هموم الإنسان، بدأ بالبيت والبيتين ثم بدأ يتطور بعد ذلك. نلاحظ مئات الأبيات في بعض المعلقات، في 86 بيتا و50 بيتا وغير ذلك، وكان لها نمط، ثم بدأت تتطور بعد ذلك. عندنا صار الموشحات، جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، ومنظومة الموشحات في العصر العباسي الأندلسي. طبعا احنا بنتكلم الآن العصر العباسي الذي بدأ من 132 للهجرة وامتد حتى 656 مع عصر الدويلات. في الوقت المتزامن معه نشأ عندنا العصر الأندلسي، وتطور هنالك مع زرياب والفن الغناء، فن الموشحات وغير ذلك. هذا هو نوع من الشعر. إذن النوع الأول النوع الغنائي، وهو موجود في الآداب العالمية أيضا، موجود في الشعر الإنجليزي، موجود في الشعر الإغريقي القديم، موجود في الشعر الأمم المختلفة، هذا الشعر الغنائي. بعد ذلك ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الشعر، وهو الشعر الملحمي. الشعر الملحمي أو الملحمة هي حكاية وقصة تصور حكايات بطولية لأبطال أسطوريين أو خرافيين مثل أخيل وهكتور وأغامنون، في ملاحم اسمها الإلياذة والأوديسة والإنيادة وذا لوست بارادايس، الفردوس المفقود لجون ميلتون وغيرها من الملاحم. هذه الملاحم كانت في الأصل منشأها إغريقي. تسمعون عن هوميروس، ألف، إن صح الاسم وثبت، هنالك خلاف هل هو موجود أو هو خيال، لكن آثاره الأدبية موجودة في الملحمتين اللتين أو اللتين تترددان من ذلك الزمان قبل الميلاد حتى الآن، وترجمهما سليمان البستاني شعرا، وترجمتهما سلامة الخالدي نثرا. أرجو الاطلاع. يعني مثلا ملحمة الإلياذة تدور حول معارك الطرواديين مع اليونان، عندما أسروا مجموعة منهم وذهبوا ليغزوهم، وتعرفوا أنتم قصة حصان طروادة عندما صنعوا حصانا من الخشب وأدخلوا فيه الجنود وقدموا هدية، ثم دخلوا وفتحوا المدينة، وكانت معارك طاحنة ما بين البطلين الأسطوريين الإغريقي والطروادي هكتور والإغريقي أخيل. وهنالك أسطورة تدور حول أخيل، أن تسمعوا في حكاية كعب أخيل، أن أخيل غمس في نهر مقدس وظلت طرف كعبه لم تصبها، ولم يكن قتله إلا عندما وشت عليه الآلهة وقالوا إنه لا يقتل إلا إذا رمي بسهم في كعب قدمه، وفعلا بعد الانتصارات التي حققها قتل بسهم في. هذه كلها أساطير تتناسب مع الواقع. ما هي مع الواقع في ذلك الزمان الذي سادت فيه الأساطير؟ يعني أنتم تعرفون أن الإغريق كانت عندهم كبير الآلهة زفس، وعندهم لكل شيء وعنصر في الطبيعة إله. عندنا كيوبيد إله الحب، وأثينا الطبيعة، وعندنا أفروديت، وعندنا كذا مجموعة من الآلهة للريح وللمطر وللشمس وكلها تتشاجر مع بعضها البعض. طبعا هذه خرافات وأساطير ليس لها مجال من الصحة، ومن هنا جاء الاجتماع اللي يسمى الأولمبياد
الرياض، لأنهم كان الآلهة يجتمعون في جبل أوليمب ليعقدوا مصالحات ويقدموا قرابين. هنالك بعض الناس أنصافوا آلهة مثل هرقل أو هيركولوس وزينة، وعندنا أخيل، وعندنا هكتور، ومجموعة من الناس. هذه حكاية الإلياذة باختصار شديد جدا جدا، المعارك التي دارت وصور فيها هوميروس عادات الإغريق في الحروب وفي المعتقدات وغير ذلك. وبعدها طبعا بعد العودة كتب الأوديسة، وهي حكاية أوديسيوس أو عوليس كما يترجمونها العرب، كما يترجمها العرب، وهي حكاية رجل عاد من المعارك إلى إيثاكا، ثم عند كلما بات يقترب من وطنه تدريجيا تأخذه الآلهة وتصده، وزوجته بنيلوب تنسج ثوبا من الصوف لكي تطرد عنها الخطاب الذين اجتمعوا على الباب، وتنقض تقول لهم أنا سأتزوج أحدكم، عندما يكتمل الثوب ثم تنقض أو تنكث غزلها، تنكث الغزل. وهكذا عندما اكتشفوا طبعا، وفي النهاية عاد هوميروس بعد رحلة من العذاب الطويل ما بين طروادة وما بين إيثاكا التي عاد إليها. هذه كلها أساطير وفيها حكاية عن الآلهة وغير ذلك. الملحمة تتميز بأن فيها أيوة حكايات خيالية عن أشخاص أسطوريين، وفيها خرافات وأساطير، وهي طويلة، تميز بالطول والموضوعية، ليس فيها ذاتية المؤلف، هو يعبر عن الأشياء التي رآها، لا ليست ذاتية محضة، وإنما هو يعبر عنها. طبعا هي الطريقة، انتبهوا لشيء، كل الأشياء التي نسميها موضوعية أمور نسبية، يعني ذاتية الإنسان قد تطفو على السطح وقد تختفي من السطح تدريجيا، ولكن الجوهر العام للملاحم كان يدور تعبيرا عن البطولات الخارقة لهؤلاء الأبطال الأسطوريين. لا، لم يكن يتحدث عن نفسه، هو كان يصور واقع الإغريق والطرواديين. وبعد ذلك حتى لما جاء جون ميلتون وكتب The Lost Paradise أو الفردوس المفقود، وتكلم عن آدم والصراع بين الجنة والنار وعن الأشخاص وكذا، كذلك كان يعبر عن انعكاس الواقع الموضوعي على ذاته، لكنها تتصف بشكل عام الملاحم بالموضوعية وعدم التعبير عن الذات الشخصية. يعني لو جئنا نحلل شخصية هوميروس من خلال الإلياذة والأوديسة لن نكتشف شخصيته، واضح؟ كذلك الأسلوب الراقي والفخم، لذلك كانت تغنى أصلا، هذه الملاحم كانت تغنى، يسمونه الشاعر الجوال، ومليئة بالخيالات والأساطير والحكايات التي إن تعاملنا معها بمنطقنا اليوم سنرفضها، لكن نربأ بأنفسنا أن نتعامل مع تراث الأمم على بناء على ذلك، إنما نأخذ منها الجماليات ونأخذ منها حياة الشعوب، فيها أشياء تصور واقع الشعوب المختلفة، على رأسهم الإغريق وحياتهم وثقافتهم ومستوى تفكيرهم. هذه الملاحم لم توجد في الأدب العربي بالمعنى المعروف، هناك محاولات كانت تكتب شعرا تختلف عن الأسلوب الإغريقي الذي يصور الأساطير، مثل منظومات ابن سينا وابن عربي وغير ذلك. في العصر الحديث أحمد محرم كتب الإلياذة الإسلامية أو الملحمة الإسلامية، وصور فيها حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. كذلك كتب شاعر جزائري اسمه مفدى زكريا أو مفدي زكريا حسب الرواية الجزائرية للاسم، ملحمة اسمها إلياذة الجزائر، وصور فيها بطولات أهل الجزائر في مقارعة الفرنسيين، وأهل الجزائر يحبون هذه الإلياذة بشكل كبير ويحتفون بها.
إذن الملحمة في الشعر العربي بالمعنى المعروف للملحمة الأساطير والطول البالغ والشخصيات الخيالية، هذه غير موجودة لو فتشنا. لكن في الأدب العربي الشعبي سنجد أشياء قد تصل إلى مستوى الملحمة، مثل سيرة عنترة وحكايته عندما ذهب إلى النعمان وحارب جيش كبير، يعني بطل. أعتقد أن هنالك جزء من المبالغة، مهما كان فارس لا يقاتل المئات وينتصر عليهم وربطوه بالجنازير والسلاسل، والزير سالم أو المهلهل وهذه شخصيات حقيقية موجودة في التاريخ، في تاريخ الأدب العربي. ولكن ما نسج حولها بعد ذلك دخل في إطار ما يسمى بالملحمة الشعبية، والأميرة ذات الهمة وسيف ابن ذي يزن الذي رضع من الغزالة وكان من ملوك تبع في اليمن وغير ذلك. هذه الملحمة في الأدبين العالمي والعربي. طبعا صار على منهج هوميروس كما قلت أنا لكم فرجيل ومجموعة من الكتاب فيما بعد. أما في الأدب العربي فحافظ الشعر على غنائيته. النوع الثالث من أنواع الشعر هو الشعر التمثيلي المسرحي، وهو شعر يكتب للحركة والتمثيل على خشبة المسرح، وفي الأساس منشأه من غريزة كما يقول أرسطو، غريزة الإنسان للمحاكاة، موجود عنده غريزة يحاكي بها الطبيعة والفنون والأفكار والخير والشر. فنشأ عندنا فنان، الفن الأول كما يقول أرسطو هو التراجيديا، وهي محاكاة لفعل النبيل بلغة مليئة بالرموز والزخارف، تتميز بطول مناسب، وتهدف إلى التطهير بواسطة إثارة عاطفتين هي الشفقة والخوف. طبعا هذا الكلام أنا أضيفه للاستزادة فقط. وكان يرى أرسطو وهو صاحب التنظير العملي لفكر التراجيديا والكوميديا في كتاب فن الشعر، أن هذين الفنين نشأ من كما قلت من غريزة في الإنسان وحب للمحاكاة يدفعانه إلى تصوير الواقع. التراجيديا إذن هي المسرحية، والمسرحية كانت المسرحية اللي ترجمت بعد ذلك بالمأساوية، كانت ونشأ عنها المدح، وبعد ذلك تطور شعر المدح، وعن الكوميديا نشأ لأنها محاكاة لأراذل للناس نشأ عنها الهجاء كما يقول. وقلد أرسطو فيما بعد مجموعة من النقاد العرب مثل حازم القرطاجني تأثروا به، وابن سينا والفارابي وقدامة ابن جعفر ومجموعة من النقاد العرب الذين حاكوا منهج الإغريق في هذا الشعر. يتميز الشعر المسرحي بالحوار في الأساس، لأنه في الأساس يقف الممثلون أمام النظارة على خشبة المسرح، والمسرح الإغريقي كان مسرحا فخما، وفعلا كان يؤثر في الجمهور. عندما نرى الشخص المجرم نبكي ونتأثر بما يدور على خشبة المسرح ونتمنى ألا نفعل مثله، وعندما نرى إنسان مستضعف نميل معه. فهنا ينتج عندنا شفقة وخوف، خوف من الأفعال الشريرة وشفقة على المستضعفين في الأرض، فنتطهر من هذه الأفعال كما يرى. وبعد ذلك طبعا هذا لا يعنيكم، نشأ عندنا في المسرح الملحمي الذي يخرج النظارة من طور الانسجام ما بين المؤلفين المسرحيين أو الممثلين وبين الحكاية، ونجد الممثل يتحاور مع النظارة أو مع المشاهدين من أجل إخراجهم من حالة الذهول كما فعل بريخت وجماعة المسرح فيما بعد، حتى يفيقهم مما هم فيه من غيبوبة. هذا أحد المناهج. هذا المسرح إذن فيه حوار يلتزم بحدود زمانية محددة في الزمان والمكان،
ليس مثل الملحمة طويلة تمتد أفعالها وأحداثها عبر سنين وأيام وزمن طويل، إنما لها خصائص محدودة وتتميز أيضا بالموضوعية. هذا الشعر كما قلت نشأ عند الإغريق، ومسرحيات بعد ذلك بدأت تتطور عند أرستوفانيس وغيره من المسرحيين. وفي القرن السادس عشر نشأ شكسبير الذي بدأ يميل بالمسرح إلى طور آخر ويخرج عن أسس المسرح الأرسطي، وكتب مجموعة من المسرحيات التي فيها تعبير عن واقع الناس وهمومهم وعواطفهم بشكل جميل جدا. نتذكر مثلا هاملت وقصة الصراع الموجودة فيها بين العم وابن الأخ، والخيانة الزوجية التي أدت إلى أن يقتل الأخ أخاه من أجل أن يتزوج، وأن يصاب الولد هاملت بالجنون وإلى آخره من أشياء، ويحب أوفيليا. كذلك مسرحية ميرشنت أوف فينيس تاجر البندقية التي صور من خلالها الصراع بين الخير والشر، متمثلا الشر متمثلا في شايلوك اليهودي والخير متمثلا في تاجر البندقية وغير ذلك مما لا يتسع المجال لذكره. وكينغ لير الذي صور فيها السذاجة وأن الإنسان عليه ألا يثق في الناس حتى لو كانوا أقرب الناس إليه، لأنه كينغ لير سلم مملكته وأوصى لبناته من بعده فكانت الصادقة فيهن الصغيرة صدقت معه فحرمها من الميراث، فكانت الكبرى والمتوسطة حرمتاه من كل شيء بعد ذلك وطردتاه حتى انتصرت الصغرى له من خلال زواجها بملك فرنسا أو ملك ملك فرنسا وهكذا. وقصص كثيرة صور الحب روميو جولييت وغير ذلك من المسرحيات. عندنا في الأدب العربي هناك مجموعة من المسرحيات بدأت تدخل في القرن التاسع عشر من خلال مارون النقاش، مسرحية البخيل وأبو الحسن المغفل وغير ذلك. بعد ذلك بدأ الكتاب في مصر وفي فلسطين وفي بلاد الشام يكتبون وينتجون، حتى بدأ أحمد شوقي يكتب شعرا مسرحيا، كتب روايات علي بيك وقنبيز وقيس وليلى ومسرع كيلوباترا وغير ذلك من المسرحيات، ونحى نحوه بعد ذلك عزيز أباظة الذي كتب مجموعة من المسرحيات. ثم انثالت المسرحيات في الأدب العربي حتى باتت تكتب بالشعر التفعيلي، وعندنا في الأدب الفلسطيني مسرحيات معين بسيسو شاهد على ذلك، وعبد الرحمن الشرقاوي في مصر وصلاح عبد الصبور أيضا وغير ذلك من الكتاب. هذا عن المسرح باختصار شديد، أو الشعر المسرحي، يعني لا أتحدث عن المسرح النثري وإنما عن الشعر المسرحي لأنه جنس من الأجناس التي ينبغي أن نتوقف عندها. إذن أتوقف اليوم عند هذين النوعين من الشعر، وهما الشعر الغنائي ورأينا خصائصه ومقوماته ومقوماته، وتعرفنا إلى منشأه في الأدب العربي، وقلنا إن الأدب العربي أو الشعر العربي معظمه شعر غنائي إلا ما ندر من بعض المنظومات التي فيها حس ملحمي. ثم تحدثنا بعد ذلك عن الملحمة أو الشعر الملحمي، وقلنا ما هي خصائصه، الطول والموضوعية والجزالة، جزالة الألفاظ والأسطورية، والتعبير عن البطولات الخارقة لأبطال الخارقين. وبعد ذلك انتقلنا إلى الشعر المسرحي وتحدثنا عن منشأه أيضا من خلال الكوميديا والتراجيديا عند الإغريق وتطور ذلك في القرن السادس عشر على يد شكسبير، وفي القرن العشرين ما قام به تي إس إليوت من جريمة قتل في الكاتدرائية وغير ذلك. في الأدب العربي كتب عندنا مجموعة من الكتاب على رأسهم أحمد شوقي الذي يعتبر رائد في هذا الميدان من كتاباته، كتب علي بيك الكبير وقنبيز ومسرع كيلوباترا وقيس وليلى، وكذلك عزيز أباظة الذي كتب مسرحيات شهريار والعباسة
أيوة. خلينا فيما ذكرناه، ووصلنا إلى الشعر المسرحي الحر، ليس بريفيس أو بروز بويم، وإنما الشعر التفعيلة ما كتبه صلاح عبد الصبور ومعين بسيس وعبد الرحمن الشرقاوي وغيرهم من الكتاب، لكن الشعر المسرحي المؤلف شعرا بدأ يتقلص وينتصر عليه الشعر العادي أو المسرح النثري. وفي المسرح النثري هنالك كتابات كثيرة لا تعنينا في هذا المجال، وإن شاء الله في المرة القادمة سنتحدث عن الشعر التعليمي ومقومات العملية الإبداعية. إلى هنا نتوقف سائلا الله تعالى أن يكون في هذه المحاضرة خير وفائدة للجميع، وبارك الله فيكم.